السلام عليكم. اليوم ان شاء الله غندير لكم واحد التقنيه جديده اللي هي التنقيط على الزاج. هذه التقنيه يمكن لينا نخدموها فوق لو فون ديال اي حاجه، اما على طابلو ولا بلاطو ولا اي حاجه. انا اليوم اختاريت هذا القلب هذا نخدموا عليه هذه التقنيه ان شاء الله. بالنسبه لهذه التقنيه كنحتاجوها فوق الزاجه، اما بلاطو كما قلت ولا لو فون ديال شي طابلو. كنحتاج صباغه مارون وهيد خاي مارون لاي لون الواحد شنو بغى. انا كنكثريه كنخدم بهذا المارون كيعطي زوين. وكنحتاجو هاد اطلس دوغي ولا نحتاجو شي صباغه اخرى دوغي، وكوله ديال الخشب بطبيعة الحال بانت. بالنسبه لشنو البديه كناخذو كوله ديال الخشب كندهنو هكا فوق الزاجة. كندير واحد المسافة، ما كنكتروش بزاف وما كنديروهاش قليلة بزاف. المهم كنديرو كولات الخشب صافي. نكتفي بهاد الكمية. من بعد كناخد صباغة مارو بطريقة سهلة. كناخد صباغة مارو وكنبدا نحط النقاط، كنباعد شوية ونحط نقطة أخرى هي كتبقى غادا وكتكبر. هاد هو كيجيو نقط عشوائيين. طريقة سهلة، كنقط نقدرو ندخلو جوج الألوان. بحال هكا حتى كنكمل هاد المسافة اللي درت فيها الكولة ديال الخشب. صافي مني كنكمل تنقيط فيها كاملة كنعاود ندير تاني الكولة الخشب في البلايص اللي باقي ما هانتوما. كما كتشوفو هنايا، شتو هنايا كيف ولات هاد النقطة اللي حطيتها غير صغيرة وراها كتكبر. غير هو بالنسبة لي هذا باش كينشف كياخد وقت كتير باش كينشف، تقريبا حتى لجوج سيمانات على حساب هذيك الكولة ديال الخشب ما كتكرمش فيه ساعة فوق الزاج. صافي دابا غنعاود نكمل. ثاني هنا ندهن بلايص لي باقيين فوق فارغين هكا حتى نكمل المسافة كاملة. يقدر يمكن لينا ندهنوها كاملة بالكولة عاد باش نبداو نقطو، أي حتى هي يمكن لينا نديروها. هادي أصلا كولة مكتكرمش في ساعة. كولا دهنت في هنا في هذا القلب كامل، دهنت فيه الكولا باش يجيني تنقيط ساهل باش نكمل حيت بغيت نسرع في ساعة. بالنسبه للنقاط ها هما الشيم كيسرحوا كما كنقولوا اولا كيكبروا، شفتي كي كيعطيو واحد الشكل زوين. انا دابا غادي نكمل هذا الشيء كامل هنا، نعطي نحط النقاط. هي من الاحسن بعدهم باش كيعطيو هذا الديكور هكا، ماشي نبعدهم بزاف وماشي نقاربهم بزاف.
غنحطها غير نقاط صغار وهما كيضيعوا. دابا نقدت كلشي هنايا، هو بالنسبه هنا شفتوا هنا النقاط كيضيعوا هما كيكبروا، شفتوا كعطى واحد الديكور زوين. صافي كنخليوها بالنسبه لهذا، غنخليوها تتكرم مزيان، واخا كتبان انها نشفات من الفوق راه خاصها تحيد هذه البيوضيه. ملي كنقلبوا هذا البلاطو خاصو يبان بيض. انا غنوريكم في البلاطو اللي كنت خادمه شحال هذه، دابا راه كرم باش غندير ليه الدوري، ومن بعد نوريكم الشكل النهائي. عطوها هو دابا بحال هذاك سخات ما شحال هادي، عطيته الوقت الكافي باش كرم. ها هو دابا نشف، حيت كرات الخشب كما قلت قبيله راه كتاخذ وقت كثير باش كتكرم. شي دابا ناشف هذا مزيان. دابا اش غنديروا ليه؟ غناخذوا الطوغي، دابا غندير ليه الطوغي باش يغطي لينا هاد الفراغات اللي هنا ما بين نقطه ونقطه. وبالنسبه لهاد اطلس هذا ملي كنبغيو نخدمو به خاصنا ضروري نحركوه مزيان، حيت كيبقى عاقد لتحت باش كيعطينا اللون زوين. صافي كنصبغو عادي بحال هكا. وانتم في اول فيديو راه غتشوفوا هذا، تشوفوا بحال هذا البلاطو هذا كنت خادماهم وخادمينهم البنات اللي كيخدموا عندي، غتشوفوا النتيجه كيفاش كتعطي. كنصبغوا هكا عادي كنكملوه كامل. كملتو، انا غنوريكم النتيجه كيفاش كتجي هكا. هو باقي ما كلبش ليا الضوغي، غير باش نوريكم. وصافي بالنسبه لهذاك القلب اللي خدمت هذاك حتى هو حتى بين ما نشف، حيت كياخذ الوقت كما قلت قبيله، ونعاود ندير ليه الضوغي وغنوريه لكم. غتشوفوا ان شاء الله في الفيسبوك ديالي والانستغرام راه غنلوحوا ان شاء الله غنبارطاجي وغتشوفوا. وبالنسبه لهاد الشكل هذا يمكن لينا نديروا شي رشمه هنا الوسط، وعاده باش نخدموا هاد النقيط ونديروا نفس الطريقه اللي درنا المراحل. وشكرا، نتمنى انكم تستافدوا وتكون هاد الطريقه سهله، وشكرا.